تاني ليه الحاجات اللي قلت لي فيها عندهم مشاكل اللي هم من كتر الكمبيوتر والكلام ده وصلوا لمرحله ان هم ما بقوش قادرين يتفاعلوا مع بقيه زملائهم، يعملوا ايه؟ عندهم صعوبات تعلم طبعا، تاخر دراسي، وممكن يحصل لهم حالات كهرباء زياده على المخ، تشتيت وفرط حركه، لا دي ليها مشاكل كتير جدا. موضوع الكرتون ده ممكن يبقى عنده هو اوريدي سلوك عدواني، ممكن خلال فتره زمنيه معينه لو هو بتركيز شديد جدا تبص تلاقي ابنك في يوم من الايام هو بيقلد الشخصيه الكرتونيه بالكامل، بيقلده في الصوت وفي اللغه وفي اللكنه وفي كل حاجه. فلا دي طبعا كارثه، وخاصه في المراحل الاوليه من العمر. بلاش ان الام تبقى مريحه دماغها ومعتمده على ان الولد بيتفرج على كرتون فمفيش مشكله، لا ده هي دي المشكله. هي دي المشكله طبعا. طب ليه ما تقوليش ان ممكن يبقى في كرتون خاص بعاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا، وان هو ده مساعد المدرسه ومساعد الكتاب المدرسي ويعلم الطالب يعني يصلي، يعني في مدارس بتشتغل بالانتراكتيف ليرنينج وبتحط فعلا فيديوهات بتخص الحاجات اللي هي التعليميه دي، ولكن ما بتبقاش بعدد الساعات اللي بيتفرج عليها الطفل في الكرتون ابدا. يعني التعلم التفاعلي بيجي عن طريق بعض الفيديوهات فعلا اللي موجوده على اليوتيوب، فيديوهات تعليميه مفيش مشكله في ده خالص، لكن مفيش فيها فيديوهات صماء زي توم اند جيري مثلا. يعني دي تعد من تصنيفات السينما الصامته، ودي اخطر انواع السينما على الاطفال. طب احنا لسه بنتكلم على مشروع قانون مقدم للبرلمان.